السلام عليكم يا مساء الخير والجمال على كل متابعين اكلنا بالمصري النهارده هنعمل مع بعض بسكوته من احلى والذ واغلى بسكوتات العيد وهي بسكوته السابلي من الحاجات اللي اخر شياكه شياكه في الشكل وشياكه في الطعم النهارده هنعملها في البيت بثلاث مكونات بس واحنا بنحضر العجينه هنشوف امتى نحط اضافات وامتى ما نحطش عشان العجينه تطلع معانا مظبوطه هنعرف تفاصيل التسويه وكمان هنزينها بالشكل الجميل ده هتطلع معاكي بسكوت اخر شياكة يعني مش طعم لذيذ بس لا شكل جميل كمان كل التفاصيل هتلاقيها في الفيديو اوعي تفوتي اي ثانية ويلا بينا نبدا ونشوف مع بعض المقادير بالكوبايه وبالجرام ونسمي الله ونصلي على الرسول ولو انت بتشوفيني لاول مره انا هويده محمود ويلا نبدا في المقادير معايا 750 جرام من الدقيق تقدري تستخدمي دقيق لكل الاغراض لو عيناه بالكوبايه يعمل اربع كوبايات من نفس الكوبايه اللي هتشوفيها دي معايا خمسمائة جرام من الزبدة تقدر تستخدمي برضو اي نوع زبدة سبتها فكت شوية بعد كده عايرتها في الكوباية عشان لو ما عندكيش ميزان توزني بالجرام تقدري تعرفي بالكوباية يعني اربع كوبايات دقيق كوبايتين وربع زبدة وكوبايتين سكر بودرة بالوزن ميتين وخمسين جرام يعني 750 وخمسين جرام دقيق خمسمائة جرام زبدة ميتين وخمسين جرام سكر بودرة علشان نحضر العجينه دي يعني هنحضرها بطريقه سهله قوي هنحط السكر على الدقيق ونقلبهم مع بعض بعد كده ننزل بالزبده طريقه ما فيش لا اسهل ولا اسرع من كده لو عندك عجان هتحطي المكونات كلها في العجان وتقلبيها اربع خمس دقائق بعد كده هتكون تمام معاكي مظبوطه جدا طيب ما عندناش عجان يعني انا النهارده هعجنها بايديا علشان لو انت ما عندكيش عجان وما عندكيش ميزان تقدري تعملي البسكوته الجميله دي بشكل سهل قوي وسريع هنقلب السكر وقلديه مع بعض بعد كده ننزل بالزبدة. طيب الزبدة مش هينفع نستخدمها وهي جامدة. يعني لازم نستخدمها وهي فكة كده. تضغطي عليها كده تعلم بس تكون ساعة. يعني ممكن تسيبيها تفك كده. لحد ما آه ما تبقاش مجمدة يعني بعد كده تكون ساقعة في التلاجة دقيقتين تلاتة. تمام? طيب هننزل بالزبدة ونبتدي نقلب بأيدينا تقليب بسيط بسكوتة الصابلين من الحاجات اللي يعني رقيقة قوي وعايزة تتعامل بشياكة فاحنا هنعملها معامله برقه فنقلبها كده تقليب بسيط لحد ما نلم العجينه طيب احنا كده آه عجناها بايدينا ولمينا العجينه امتى نعرف ان هي مظبوطه وامتى نعرف ان هي محتاجه اضافه تانية زي ما انتم شايفين كده احنا كل اللي استخدمناه ثلاث مكونات بس دقيق وسكر وزبده ودي المقادير الاصليه لعجينه السابليه اللي هي مقادير فرنساوي طيب السابليه الفرنسي ده في تعديلات عليه في بعض الناس بتحط بيضه كامله في بعض الناس بتحط صفار بس في بعض الناس بتحط بياض بيض بس في الحقيقه انا جربت ان انا اعملها بثلاث مكونات بس وجربت بياض البيض والاثنين ادوني نتيجه ممتازه فامتى بقى نحط بياض بيض او نحط اي اضافه تانية اول ما نلاقي العجينه مفروله شويه او لما نيجي نختبرها تبقى مشققه معانا المهم بعد ما نقلب كده تقليب كويس مش عايزين نلت ونعجن هي بتتلم بس كده مش بتتعجن تمام طب لمينا العجينه وحسينا ان هي مفروله قوي نكمل تقليب على فكره لو انت حسيتي ان هي مفروله قوي ومرمله قوي لسه كملي تقليب شويه كمان هتلاقيها اتجمعت معاكي كده و... وتمسكت شويه طب خلاص احنا كده عجننا كويس قوي قلبناها كويس قوي ولسه برضه فيها تشققات يبقى في الوقت ده عايزين نحط لها اضافه ويفضل ان انت تحطي بياض بيضه لان الصفار بيخلي العجينه فيها نعومه زايده انما بياض البيض بيديها قرمشه كده بسيطه وعجينه الصابلي من الحاجات اللي لما بنيجي نجيبها من بره بتكون مقرمشه سنه هنا انا بختبرها فبعد ما قلبتها كويس خدت حته كده من العجين وكورتها ضغطت عليها لقيتها مشققه طيب يبقى هي كده محتاجه اضافه فانا هحط لها بياض بيض بيضه واحده بس تمام تقدري تحطي بياض البيض لو العجينه لسه فيها تشققات او مفروله شويه مش بتتلم معاكي لما تيجي تشكليها كده مش بتتلم معاكي طب انت من غير بياض البيضه وانت بتقلبي التلات مكونات مع بعض ولقيتيها مظبوطه وجيتي كورتيها في ايدك وتغطي عليها لقيتيها حلوه وناعمه وما تشققات يبقى كده مظبوطه قوي وشكلي وما تحطيش اي اضافات انما هنا انا حطيت لان زي ما انتم عارفين نوع الدقيق ساعات بيختلف السنه اللي فاتت لما جيت حضرتها نفس المقادير دي احتاج احتاجت, احتاجت لبياض بيضتين انما السنه دي انا احتاجت بياض بيضه واحده وممكن ما احتاجش خالص فانت هتختبري العجينه لقيتيها تمام ما تحطيش بياض بيض ولا اي حاجه ساعتها تقدري تشكلي على طول لكن لو ضفتي بياض بيضه او بياض بيضتين يبقى العجينه دي دخليها التلاجه اربع خمس دقايق بعد كده ابتدي شكليها. بنجيب كيسين مفرودين بالشكل ده بنحطهم على الرخامه واحد من تحت وبنحط العجينه واحد من فوق ونبتدي نفردها هتفرديها بالسمك اللي انت عايزاه عايزاها بسكوته يعني وسط شويه هتحط تعمليها مثلا واحد سنتي او واحد ونص سنتي عايزاها بسكوته تخينه شويه ممكن تعمليها اتنين سنتي اللي هو الارتفاع بتاعها طيب كده انا فردتها خلاص آه بنجيب القطاعات بقى والاشكال اللي احنا نقطع بيها سواء شكل قلب ورده آه شكل مربع اي فورمه احنا عايزينها بنقطعها آه بعد كده المفروض ان احنا بنشيل الزيادات ونطلع الشكل اللي احنا حضرناه آه الحكايه دي ممكن تخليها يعني تعذبك شويه فاحنا عايزين نشيلها من مكانها بشكل بسيط قوي فانا اللي بعمله ايه باخد العجينه دي كلها كده زي ما هي بعد ما قطعتها على صينيه يعني بشد الكيس ده كده وبحطه على صينيه وبدخله التلاجة. دقيقتين تلاتة بس وساعات بحطها في الفريزر علشان تجمد معايا بسرعة انا حطيت العجينة دي في التلاجة وهنشوف دلوقتي اه هتطلع شكلها عامل ازاي وهنا جبت قوالب الطرط الصغيرة المقطع ده للأسف وانا بحط العجينة في, في القالب بتاع الطرط اتحذف انا بكور العجينة كرة صغيرة خالص وبحطها في القالب وابتدي افردها بالشكل ده بعد كده بنعمل لها نغزات كده بسن الشوكة علشان العجينه ما تنتفخش كده في الفرن وبحط قوالب التارت على الصينيه وبدخلها الفرن على طول هنشوف مع بعض دلوقتي تفاصيل التسويه بس جبت العجينه اللي انا كنت حطاها في الفريزر على طول بص مجرد ما بشيل الحرف والزياده بتطلع شكل البسكوته اللي انا مقطعاها متماسكه كده ومش بتغلبني خالص وانا بشيلها من مكانها انما انتي لو شيلتيها علي طول والعجينه طريه بتكون طبعا العجينه دي فيها تلزيق شويه فممكن تغلبك علي ما تطلعيها فحطيها دقيقتين ثلاثة في الفريزر او في الثلاجة زي ما تحبي وشيليها تتشال كده كل قطعه معاكي بكل سهوله طيب شلناها هنحطها في الصينيه الصينيه مش مدهونه او الصاج مش مدهون حاجه خالص بعد كده بندخل الصينيه فرن سابق التسخين ولازم الفرن يكون مشغلينه ومن قبلها بفتره كافيه بنظبطه على 170 درجه او 180 لو الفرن عندك هادي قوي اظبطيه على 180 الفرن عندك مظبوط يعني درجه الحراره بتاعته مظبوطه اظبطيه على 170 البسكوته الحلوه دي بتقعد من عشر دقايق ل دقيقه يعني هنعمل ايه يعني هندخل الصينيه الفرن ونتابعها بعينينا بعد عشر دقايق هنشوفها هنلاقيها اخذت لون ذهبي جميل كده يبقى خلاص هي كده استوت لسه ما ما أخدتش اللون الذهبي نسيبها شويه كمان مش هيحصل لها اي حاجه المهم تخلي بالك علشان ما تاخدش تسويه زياده قوي هنا انا طلعت قوالب التارت ودي قعدت معايا خمستاشر دقيقه لان البسكوته زي ما انتم شايفين في آه في القوالب يعني عاليه سن بسيبها لما تبرد خالص بعد كده آه بقلبها كده من القالب بتطلع على طول يعني بتحطي ايدك كده على الحرف وتزقيها خلاص العجينه بتنزل كلها بالشكل ده ده شكل الصينية التانية بعد ما طلعتها من الفرن مستوية تسوية ممتازة والصينية دي قعدت معايا اتناشر دقيقة لأن البسكوتة هنا رقيقة مش تخينة زي قوالب الطرد تمام طيب سبت البسكوت كله يبرد الكمية دي كلها عملت لي صاجين كبار وعملت لي صينية الطرد وفضل العجينة صغيرة في الآخر كده فضيت كام قالب من بتوع الطرد وزودتهم حوالي خمس ست قوالب صغيرين من قوالب الطرد كمية حلوة قوي قوي ب 750 جرام من الديه. هنبتدي بقى بعد ما البسكوته بردت اه نشكلها او نزينها اه فبجيب الشوكولاته عندك النوتيلا تقدري ان انت تزيني بيها عندك صوصات اه اه صوص سوس كراميل تقدري تعملي كل حاجه اه المربى بتخليها طريه شويه فممكن تحطي مربى لو انت عايزه تمام طيب هنا بقى احنا هنلزق كل قطعتين مع بعض لو البسكوته انت وانت بتقطعيها كانت عاليه معاكي وفيها سماكة كده ممكن ما الخطوة دي يا دوبك تغلي فيها من بره بصوص الشوكولاتة وخلاص على كده فهنا انا لزقتهم كلهم كل اتنين لزقتهم في بعض عملت كمية بالشوكولاتة الغامقة وكمية بالشوكولاتة البيضة وهنا هبتدي ان انا اغلفها بصوص الشوكولاتة معايا هنا قالب شوكولاتة اللي هي شوكولاتة سما ال 200 جرام حطيتها في الطبق حطيت معاها معلقتين تلاتة من الزيت وحطيتها على حمام مية لحد ما مي الشوكولاتة ساحت بالشكل ده آه ببتدي بقى اجيبها واغلف البسكوتة بالشوكولاته بالطريقه دي كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب اي نوع مكسرات عندنا آه او اي نوع من انواع الفارمسيل اي لون يعني لان في الوان كتيره ممكن عندك مكسرات مجروشه ممكن عندك مكسرات سليمه آه لو انت عندك اي وصوصات تقدري تزيني بيها طيب ما عندكيش مكسرات وعايزه تزيني البسكوتات بالشوكولاته بس يبقى هتعملي الوان عكس بعض بعد ما نغلفها بالشوكولاته اللي بالكاكاو بعد كده تعملي خطوط فوقيها بالشوكولاته البيضة. يعني طرق التزيين بسيطه قوي قوي زي ما انت عايز. انا بعد ما غلفت كل البسكوت بالشوكولاته حطيت عندي هنا فستق مجروش وحطيت واحده من الفستق السليم شكلها كان جميل جدا جدا وطلعت اخر شياكه كده مش فاضل غير قوالب التارت ودول انا هزينهم بشكل تاني يعني مفيش داعي ان احنا نغلفهم بالشوكولاته هما عايزين يتحط عليهم روزيتات كده من جناش الشوكولاته اللي هي بالكاكاو او الشوكولاته البيضه لو عندك مربة الحليب تقدرى برضو تحطيها فى كيس الحلوانى وتشكلي عملت طبعا كميه بالشوكولاته البيضه زى ما شوفتوا وهنا معايا الطارت انا عندي جناش الشوكولاتة كنت محضراه قبل كده وحطاه في التلاجة فحطيته في كيس الحلواني وبدأت اعمل روزيتات كده باشكال مختلفة عمل شكل وردة صغيرة وفي اشكال تانية كنت بضغط الفورمة في النص وبلف في البسكوتة كانت بتديني شكل حلو قوي ولو انت ما عندكيش جناش الشوكولاتة وعايزة تحضريه بشكل سهل كده وسريع كل اللي هتعمليه ان انت تجيبي نص كوباية حليب نص كوباية لبن يعني وتحطيها في حلة صغيرة وعليها نص كوباية من بودرة الكريم شانتيه الخام ومعلقتين سكر وتسخنيهم يعني مع بعض الاول بعد كده سخنيهم على النار بعد كده تحطي معاهم اربع قوالب او ست قوالب من الشوكولاتة الخام وتبتدي تقلبي تقلبي هيبقى عندك جناش كده يعني زي ما نقول ايه خفيف شوية سيبيه يبرد بعد كده دخليه التلاجة هتلاقيه بالقوام ده لو حطيتيه في كيس الحلواني هيتشكل معاكى ويبقى عامل الروزيتات دي او الفورمه بالشكل ده وده الشكل اللي انا عملته كنت بحط الفرمة في نص البسكوتة كده والف البسكوتة من تحت كانت بتديني شكل جميل قوي. الطريقة سهلة قوي بسيطة زي ما شفتوا وفي الاخر حطيت صوص الشوكولاتة في كيس حلواني وعملت خطوط على البسكوتات الباقية. لو انت عايزة تعملي مقدار بسيط قوي لبسكوت السابلية تقدري تستخدمي 300 جرام من الدقيق 200 جرام من الزبدة 100 جرام من السكر وهي نفس المقادير وهتديكي نتيجة ممتازة. البسكوته دي غاليه قوي بره هنعملها في البيت مش هتكلفنا كتير وهتطلع بالجمال ده واظن شفتوا طريقه التزيين بسيطه جدا جدا واي اضافات عندنا نقدر نستخدمها اي مكونات عندنا نقدر نستخدمها اي صوصات يعني اي مكسرات وان شاء الله هتطلع معاكم ممتازه وان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم جدا